السلام عليكم، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده. وانتم تشوفوا معايا فيديو اليوم اللي غادي نشارك معكم فيه شوربه السمك بطريقه جد بسيطه ومقادير بسيطه حتى هي، والمذاق لا يقاوم. تابعوا معايا الفيديو نشوفوا الوصفه كيفاش غادي نديروها. اولا تودوس يا تودوس، اسبيرو كي ستيس بيان كونوا بوين انيمو كومو سيمبري بارابير La receta de hoy que voy a compartir con vosotros, que es una sopa de pescado muy sencilla y fácil para preparar. بالنسبة للسوبا، المقادير ديالها بسيطة بزاف والنتيجة تجي جديدة بزاف في نفس الوقت. Para la sopa voy a usar unos ingredientes muy sencillos. Es una sopa muy sencilla, muy fácil, pero el resultado es fenomenal. Aquí tengo dos cabezas, una cabeza de merluza y la otra es de bacalao. Como sabemos que el bacalao tiene mucha gelatina y así vamos a tener una sopa muy rica. A ver, هنا عندي زوج ديال الروس ديال الحوت، انتما تقدروا تستعملوا اللي عندكم متوفر في الدار. Un tomate pequeño cortado, matecha صغيرة مقطعة. هنا عندي البويرو ونص بصلة. Un poco de puerro y cebolla, media cebolla. El resto del puerro y la cebolla lo tengo aquí. Tengo aquí media cebolla y el resto del puerro. هنا عندي نص البصلة المتبقي والبويرو اللي قطعت منه شوية هنا. قمرون. لانغوستينوس. مخيون بوزروك. هنا عندي ورقة سيدنا موسى، اون اوخا دي لاوريل كي لا بويا بونير ان لا اويا اسبريس كي تنقول لاغوا كالينتاندوسي. ورقة سيدنا موسى غادي نديرها ديريكت في الكوكوط لحقاش المارين دايرته يسخن. اون سناوريا زرودية. نص بصلة ميديا سيبويا. اون ديانتي دي اخو. فص واحد من الثوم. يا كي تينغو سال بيمينتا نيغرا اي كركوما. هنا عندي الملح الفلفله كحله والخرقوم. غادي ندير في المرقه شويه ديال الملح. بويا بونير اون بوكو دي سال بارا ساكار الكالدو. وغادي ندير الروس ديال الحوت الى سكابيساس ديال البيسكا. بويا تابار لا اويا اسبريس الى بويا ديخار اونوس دوس مينوتوس يا باغو. غادي نغطي على الكوكوط ومن تصفر واحد زوج مينوت هكايا ونطفي عليها. هنا المرق ديال الحوت وجد، غادي نقلعوه نصفيوه. يا تينيموس الكالدو ليستو. Lo vamos a escurrir. La carne que tiene la cabeza del pescado, esta la voy a dejar que se enfríe y luego voy a quitarla. Voy a intentar quitar todas las espinas para usarla en nuestra sopa. هذا الحوت هذا اللي ما فيه الشوك كلشي، غادي نحاول حتى تبرد يبرد عندنا هذا الريسه نتاع الحوت، وغادي نقلعو نحاول ما امكن نقلع كلشي الشوك ونستعملو في الصوبة. بويا كولار الكالدو para que no se quede aquí ninguna espina. غادي نصفي هذا المرق باش ما تبقى هنايا حتى شي شوكة ديال الحوت ولا حتى شي حاجة. كما راكم تشوفوا معايا هنايا، غادي غير هنا بهذا الصفاي غادي ندير بالفرشيطه باش يخرج داك الخوغو ديال الزروديه والبويرو والبصله. Voy a aplastar la zanahoria, el puerro y la cebolla. La podéis también pasar en la batidora, pero a mí no me gusta.
Eso es lo que yo hago en mi casa y la verdad la probé y me gusta. هنا من بعد ما فتت الحوت اكي تنغو يا la cabeza de pescado desmigada. Tengo solamente lo que es carne, lo demás pues claro que no. بسم الله غادي ندير هنا زيت الزيتون اسيتي دي اوليفا بورو اي سيبويا كورتاو سموي فينوس. هنا درت البورو مع البصله نخليهم يتقلاو مزيان بوتشاموس ان بوكو. كوانتو امبيسا البورو اي لا سيبويا كوخير كولور انياديموس الطوماطي. هنا من نشوفوا البصله والبورو بداو يتحمروا شويه نزيدوا عليهم مطيشه. Es muy necesario hacer este sofrito para que tengamos este sabor tan rico de la sopa. ضروري جدا نقليو مزيان لهاد العناصر لهاد الصوبة باش يجي داك المذاق الجديد فيها. كركمة بيمينتا نيغرا اي سال الخرقوم والسكينجبير والملح. لانغوستينوس قمرون بوزروق مخيون y seguimos con nuestro sofrito. Pugno di arroz, qalil min arroz, نزيد عليهم المرق ديال الحوت يا وراء الكالدو. البيسكاو دي سميغاو الحوت اللي كنا فتسناه lo tapamos y lo dejamos más o menos unos 20 minutos a fuego medio o hasta que se haga el arroz. نغطاو عليه ونخليه تقريبا واحد 20 مينوت ولا حتى من تشوفوا الرز طاب صافي راه عندنا الصوبه ديالنا واجده. يا تنيموس لا صوبا ليستا بارا سيربير. الصوبا ديالنا ديال الحوت واجدة وجاهزة للأكل. بسم الله un poco de caldo.
بالصحة والراحة. نتمنى تكون عجبتكم وصفة اليوم. خليتكم في أمان الله ومع السلامة. Espero que os haya gustado la receta de hoy. Adiós y hasta la próxima.